الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنه من المتقرر المعلوم أن شرف العلم بشرف المعلوم، ومن هنا صار علم العقيدة أشرف العلوم لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله سبحانه وتعالى. هو أصل الأصول وأعلى مطالب الدين وأول واجب على العباد. هو أول ما ينبغي الاهتمام به، لا سيما مع كثرة مظاهر الانحراف واشتباه الحق بالباطل على كثير من المسلمين. ولما كان هذا شأن العقيدة، كان لزاما على كل مسلم، لا سيما من حمل أمانة الإمامة والخطابة، أن يعتني بها تعلما وتعليما ودعوة وعملا، ليبني دينه على أساس سليم واطمئنان وتسليم، يسعد ومجتمعه بثمراته الطيبة. وبعد، فيسر كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية ممثلة بقسم العقيدة فيها، بالشراكة مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، وبالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة، أن ترحب بكم معشر الأئمة والخطباء في الدورة العقدية الأولى للأئمة والخطباء، رجاء أن تجدوا فيها ما ينفعكم. ونستفتح هذا البرنامج العلمي بشرح المنظومة الهائية لابن أبي داود رحمه الله في علم الاعتقاد، ويتفضل بشرحها فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز سندي، الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية ورئيس لجنة يقين لنقد الإلحاد المعاصر. فتفضلوا فضيلة شيخنا معانينا موفقين بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، نحمد الله ونكرر الثناء عليه أن جمعنا في هذا الاجتماع الذي أسأله سبحانه أن يكون في ميزان المتكلم والسامع. قدم شيخ عبد الله جزاه الله خيرا بمقدمة أغنتني عن كثير من التفصيل في أهمية دراسة العقيدة. إن الموفق حقا هو من يجد في نفسه رغبة وهمة لدراسة الاعتقاد، ولا سيما يا إخوتها في هذا الزمان، ولا سيما في حق من وفقه الله ليكون إماما من أئمة المسلمين وخطيبا من خطبائهم. فدراسة الاعتقاد في هذا الزمان من أهم المهمات، إن السمة البارزة لهذا العصر كثرة الشبهات العقدية، وهي التي لا ينفع معها ثقافة عامة ومعلومات مشتتة، إنما العلم الراكز، العلم الراسخ، هذا الذي ينفع ويقف ويزول معه كل ما يخالف هذا الاعتقاد الصحيح، يزول معه كل ما يخالف هذا الاعتقاد الصحيح. نتدارس بأمر الله سبحانه وتعالى في هذه العجالة متنا من متون عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا وهي حائية ابن أبي داود رحمه الله، ونحاول بأمر الله عز وجل أن نمر عليها بحسب الوسع والطاقة في هذه الدقائق، وننتهي إن شاء الله قبيل صلاة المغرب أو مع أذان المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه المنظومة منظومة متواترة عن صاحبها، وهي 33 بيتا، وحوت جملة صالحة من معتقد أهل السنة والجماعة في أبواب متفرقة.
نمر عليها إن شاء الله بالتعليق حسب الإمكان والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذان البيتان مقدمة مهمة للاعتقاد تتعلق بمصدر التلقي. مصدر التلقي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أم القواعد في الاعتقاد بل في الدين عامة. مصدر التلقي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي تستقى منه مسائل الاعتقاد خصوصا ومسائل الدين عموما إنما هو الكتاب والسنة، ولا يصح أن يكون هناك مصدر ثالث، وذلك لأنهما الحق المحض الذي لا ريب فيه، ولأن الهداية إنما علقت بهذا الوحي المتلو وغير المتلو، الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالهداية إنما هي بالأخذ بما جاء في هذا الوحي من الكتاب والسنة. وهذا ما أمر الله سبحانه وتعالى به: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يدين بالكتاب والسنة، وأن ينقاد ويذعن لكل ما جاء فيهما. وهذه المسألة يا إخوتي حرية بأن نوليها عناية فائقة، فإن أم المشكلات إن صحت العبارة في هذا العصر هي في ضعف تعظيم النصوص. ضعف تعظيم النصوص هو المشكلة الكبرى في عالم المسلمين اليوم. لو أن المسلمين قدروا النصوص قدرها وعظموها حق التعظيم لكانت الحال غير الحال. إذن هذا ما ينبغي التركيز عليه كثيرا، تعظيم النصوص. إذا وردت الآية، إذا جاء الحديث، فإن الواجب أن يذعن الإنسان وينقاد، وأن يحب ويقبل، وأن يعظم في النفس أدنى بعد وانحراف عما جاء في النصوص. هذا من الأهمية والمكان، ومما ينبغي أن نركز عليه ولا سيما في هذا الزمان. فإن العواصف التي تعصف بالناس اليوم كثيرة جدا، وأعداء الله عز وجل يضربون هذا الأساس ويقطعون في هذا الأصل بكل وسيلة. ليس يقطعوا ما عليه الناس اليوم مما يسمعون ويشاهدون، أمور عظيمة تقذف بها لتقذف عليهم من القضاء أو تصطادهم من خلال الشبكة، أطروحات في غاية الخطورة تحمل معها السم الزعاء، تشكيك في حاكمية النصوص، تشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تشكيك في تنزيل القرآن، تشكيك في مصادر السنة، وهلم جرى في سلسلة طويلة من هذه الطعون وهذه التشكيكات. لابد أن يكون للداعية وطالب العلم والإمام والخطيب، لابد أن يكون له جهد التصدي لهذا الأمر العظيم. فإن كل خير إنما هو في لزوم الكتاب والسنة والصبر عنهما، وكل شر في الإعراض عن ذلك. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. يحذر المؤلف جزاه الله عنا خيرا من الابتداع، ذكر طريق الخير ليلتزم وذكر طريق الشر ليحذر. وقد جمع بين هذا وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم حين جاء في حديث العباد قوله كما جاء في حديث العباد من قوله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصل، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسير خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا هو التمسك بالكتاب والسنة.
ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، فلا بد من الجمع بين هذين الأمرين حتى يكون المصدر مصدرا صافيا نقيا. لا بد أن يسلم عن كل كذب، لا بد أن يحفظ عن المواقف التي تلوثه وهي البدع والمحدثات. والبدع والمحدثات أساس الشر وينبوع الضلال وتهليز كل موبقة، فإن هذه البدع فيها من السموم المضعفة للإيمان واليقين شيء كثير. ويكفي أنها اتباع للهوى، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فها هنا مقابلة بين اتباع السنة واتباع الهوى. اتباع الهوى في غاية الضلال، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأعاد في البيت الثاني ما قدمه في البيت الأول، والمقام يحتاج إلى تكرار وإلى تأكيد. وذنب كتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنجو وتربح. ثم عقف في الأبيات الثلاثة بعد هذين بالكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، فإنه من المناسب بعد الحث على التزام الكتاب والسنة أن يبين ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: وكل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح. يقول المؤلف رحمه الله: حذاري من الوقوع في البدعة الكفرية ألا وهي القول بخلق القرآن. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله عز وجل به حقيقة، فالذي تكلم به الحمد لله رب العالمين هو الله رب العالمين، والذي تكلم به من الجنة والناس هو الله رب العالمين، والذي تكلم بما بين هذين هو الله رب العالمين. إذن هذا الذي بين أيدينا مما تحويه دفتك المصحف هو كلام الله، تكلم به حقيقة، سمع